قولي لي عملتي ايه تاني اشهر الحاجات يا صابرين؟ عملت برضو فيديو كليب معاه ضحكة عيون حبيبي برضو والله. وعملت بقى اعلانات كتيره لمنتجات كتيره يعني. ايه بقى؟ عملت ساراتوجا، عملت كوداك، عملت فيمتو، عملت فيتراك، عملت فيتراك ميكس اند ماتش. ده كان اول اعلان اكشلي عملته هو والله. ميكس اند ماتش لا ميكس اند ماتش كان اول ميكس حاجه ميكس ماتش وبعد كده بقى اعلانات كتيره يعني. الاسامي اللي انت بتقوليها دي كانه معظمها طارق نور يمكن. معظمها هو اكتر واحد اشتغلت معاه الحقيقه. كاعلانات يعني اكتر حاجه اتشهرت قوي اللي احنا ممكن نلاقيها اكتر حاجه اتشهرت هي الفيديو كليب اللي عملته مع عمرو دياب. حبها عشقها في الخلود ينكتب واللي ضاع قبلها مستحيل يتحسب. ده العمر ابتدى من لمسه ايد من بعد ما عشنا انا وانت بعيد. ده العمر ابتدى من لمسه ايد من بعد ما عشنا انا وانت بعيد من بعد ما